على هامش التنمر بقى، تعليق ايه على الصورة اللي هتظهر على الشاشة دلوقتي؟ ما نشوف. اوه تعليق ايه على الصورة؟ اتنمروا عليا كتير قوي على المنظر ده. ده كان حالة اكتئاب من الاكتئاب، عشان احنا انا ما صدقتش ان انت دي. والله تصدق ولا انا واخده، انا ما كنتش ببص في المرايه. ايه اللي خلاك توصلي للحاله دي؟ زعل. ده في مسلسل و يعني انت بتتنمري على نفسك؟ انا ما بتنمرش. انا ليه انا ما كنتش واخده بالي اصلا ان انا وصلت للمرحله دي. انا مش شايفه نفسي، ما هو المكتئب مش شايف نفسه. يا رب ما يرجعها ايام خالص، كانت اسوأ ايام في حياتي. وايه السبب بقى؟ اكيد يبقى فيها سبب. اكيد في اسباب طبعا. اسباب شخصيه مثلا ولا اسباب متعلقه بالعمل؟ لا، كله في بعضه، كله في بعضه، بس هي شخصيه اكتر. ادى الى اني شعري وقع، ما بقاش عندي شعره. حزن مثلا على حد توفى؟ لا، حزن على حاجات كتير. حزن على حالي. شعري وقع، بقى عندي، جات لي ثعلبه، ما بقاش عندي شعر، بقت في قرعه هنا خالص. فبدات البس باروكه، فالناس تنمرت عليا عشان انا لابسه باروكه. يا ساتر، شكلك عامله ايه وانت بص الباروكه بتاعتها. يا ساتر. فانا اسكت واقول ايه، انا يعني هخاف. كانت حاله نفسيه مدمره. انا كنت رايحه في داهيه. ده كان امتى الكلام ده؟ ده ما ده في قبل رمضان اللي فات. قبل رمضان انا اللي فوقني حاجه واحده بس، انا ما كنتش ببص على نفسي في المرايه، ما كنتش بشوف حد، ما كنتش بعمل يعني حاجه. يعني الحزن وصل لك لدرجه ان شعرك بقى يقع؟ تخيل. انا بنتي اللي كانت تقول لي ماما روحي لدكتور تخسيس. طب هل ده بسبب وفاه والدك مثلا؟ لا لا لا، ده تصل بابا ميت بقى له. ما احنا عايزين نعرف اسباب برضو يعني. زعل على حاجات كتير في حياتي. بنتي خدت لي صوره وراحت بعتتها لي واتساب، فبفتح بشوف لا ده انا خدتها لي من ظهري كده. ما صدقتش نفسي. فلما وصلت بقى الحمد لله للمرحله دي، لما اتعالجت وهنا قلعت الباروكه، قلت لهم يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان بلاش تتنمروا، لانه كل مره كنتوا بتتريقوا عليا وانا لابسه الباروكه كنت بتوجع، ومش انا اول واحده يعني. كم من الناس بتتخن وبتعمل، بيبقى في عندهم مرض، بيبقى عندهم مشاكل نفسيه، بيبقى عيب.